شلون؟ بأي عصر؟ وهذه كانت أيام الصليبيين. الصليبيين؟ هاي it belonged to the كروزيت. 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 These were the people that wanted to make everybody become Christian. They came and invaded all the Arab countries to make them to convert them to Christianity. Look at this door. جيب الحديد. واو هني عاملينه هني. لكن. هلو. لكن مسكروه هني بيبقى في جودة شو. This used to be a grave. These are graves. They go to the river. Yeah, from here. And the other side. The body. The body? Oh, where is Jesus? Where is Jesus? Where is Jesus? 2500 سنة. اه يا ابو من تابع على اسمه هني حطوني هون. ايه نهين المحل. This is 2500 years ago. 2500. Yeah, it's older than the citadel. So where's the bodies? The bodies are gone. They disappeared with time. They disappeared. How did they disappear? هذا كان في ميت هناك يا. حطينه الميت طبعا فينا وروحه انتهى وهذا غطى طبعه يغطون كل الفراعنه وقالوا تقولوا طبعا وهذا بعد مين يعني اي هذا عصر الروماني الروماني روماني انا العهد الروماني يا ذيس بيلونج تو ذا رومان رومان هيرا هي يو كان سي ذا فيسز بيلونج تو ذا رومان وير رومان بس سي ذا بيلونج تو لوك ات ذا فيسز مزينين ولكن زين مين في يعملها هيدي هالرسمات ايه والحجر كيف كيف شو هالقدره كله بال شو اسمه وأصيل لك. Who made it? The Roman people made this. No, who made the? It's called the Salibian, which means the. Who made it? Salibian. هذا هي الكروزات. كروزات. Yeah, make a video. Where's your iPad? Salib. Do you have iPad with you? Take a picture. You don't have it. ما أخذ. Do you have a picture with me? Yes. Okay, the pictures also. Well, Abira. شو كبيرة؟ ايه اول مره بشوفها كبيرة كم هي؟ ايه So Dima, what? Now another person that's dead could go in there. Yeah, no, it's just ew, it's gross. Let me see over here what's going on. This is big. That's another person that, and they were getting there. Are based on historical and never mind. Read. عمي محمد علي يوسف ربكوا هون بيصير هو وناس بتهوشوا ووصلوا الجحش وعلقوا بعضه كانوا حاطين عمي بهالسجن هذا في شباك بس شباك حديد مثل هذا كله مربط حديد راحوا جابوا صوف عدوا عملوا حبال هرب كل بتشاق شي خمسة غايب والله من هون هربوا الدندن اللي تحت والله ورجع دندل حوله هو دندل حوله كيف هو اللي حصل في التركي اول شو اكثر
Did they throw the prisoners down there? يفكر القاص هون بالوش هيك بيفلتوا سي ادم بيفلتوا على الاعداء اللي برا بس اني اذا انا ضربوا ما بيوجع من الشيب محمي محمي في له هالمسألة بس يفوت منه so this is back in the days they used to use you know the arrow arrow and bow bow and arrow bow and arrow so that's why here it's a little bit bigger it's wider than here because here he can stand here and he can put the bow and arrow and throw it against the enemies هذا المحل القريب لك محل القريب Why are there cups and lights down there? They're helping it. يمكن يكونوا حظملون من هون بنقصوا بس هون لأنه بعيد في مسافة موسعين في شوف أكثر ما هذيك على ضرب القاص ما بيوصل بيضربوا من هون لتحت صح وسعوا الخط إيه هون في عنده زلة في إيه مزبوط Be See? Careful. What happened here? Come here. There's nothing. It's clogged up. Yeah, it's not. Clogged up with stuff. Adam, look. What? Nice weather. We don't want it to be raining. Be careful. قلت لك قصته هيدا هون في سجن كان هيدا السجن كان يسجن فيه المساجين عمي كان بواحد منهم في طاقة لبرا قلع الحديد جابوا خيطان صوف ومصوف عقدوه عملوه حبال ودندل خمسة آخر شيء هو عم يدندل حاله شافوا العسكري التركي قوص وقته استشهد هون بهالمقبرة 1910 يلا Be careful, Mira. Yeah, you don't want to fall down. Fall down, you don't want to fall down. Six. One. Three. Two. هذا كانت أيام الصليبيين كانوا الصليبيين يعملين حمية عسكرية قوية فيها بشكل منه طبيعي. هي جنود يعني جنود هيدي كانوا الصليبيين اجوا قعدوا هون بتنسل والله احتلوا المنطقة هيدي كل السياحي لفلسطين وهيدا منطقة مشان يقولوا سياسروا الحجاج يروحوا على القدس ويروحوا على المسيح ويروحوا على غيره اجوا المماليك قعدوا بهالتلة هيدي هونيك تلة اسمها دار المغرب بنفس الوقت المماليك الصليبيين؟ لا اجوا المماليك بعدين حوصرون من هون هيدي اسمها شو اسمها ظهر المغرب قبة النصب اجوا نصبوا حالهم هونيك
خاصروا القلعة بدهم يحتلوها صاروا يضربوها بالمنجنيق من هونيك والمنجنيق هو شو ايه اسمه آلة حطوا فيها لحظة حاجة كبيرة وبيضربوها وبيرموها ايه ايه شو صار لهون ضربوها نزعوها؟ قاموا شو ضربوهم ال 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 العلوية والسعودية من وراهم ايه قام رجع لهم خاصرهم بمنطقة ضمنية فوق شو اسمه قضى عليهم ورجع بنزل لهون احتل القلعة السلطان قليوون وين؟ Origami. That's your specialty, though. More pictures? Okay. Mm-hmm. So I'll take pause.
ما في بوز عندي.